الله يحييك، الله يحليك عليه. استاذة سندس، يمكن قاعد نتكلم احنا عن الحماية، قانون الحماية من العنف الأسري، يا ليت ناخذ لمحة عن أبرز النقاط اللي وفرها هذا القانون وسبب، يعني أنا يمكن تابعت الاحتفاء الكبير اللي قاعد يصير في إقرار هذا القانون ومن قبلكم، فشنو أبرز النقاط اللي تضمنها هذا القانون؟ والله في وايد نقاط إيجابية للأمانة، بس يعني من أهمها إن يعني في عدة قوانين، بس من أهمها طبعا إصدار معاقبة من يحاول إجبار الناجية أو المعنفة على عدم إبلاغ عن هذه الانتهاكات. مثل ما ذكرتوا إذا في قصة الأسبوع اللي فات في مخفر الفردوس بعدم إحالة صحيح واحدة معنفة جايبينها من المستشفى مطقوقة عليها كدمات وجروح وأربعين غرزة، والضابط رفض حتى يسجل قضيتها. فهذا شيء طبعا مهم جدا لنا، لأن احنا يعني هذا كان من أكبر المشاكل لنا خلال فترة السنوات الأربعة اللي فاتت، إن ما يأخذون كلامهم أو يقولهم ردوا بيوتكم. فالحين صار إن إذا قالوا لهم ردوا بيوتكم أو ما يأخذون كلامهم، هذا صار بحد ذاته جريمة. بالضبط، ممتاز. يعاقب عليها القانون. وطبعا في أمور أخرى، يعني يمكن مراكز الإيواء، السادة سندس هم كأني قريت شيء عن مراكز الإيواء. صح، إن من بالنسبة لنا إحنا كفريق كان دار الإيواء مع أن معلن عنها بال 2017 إن لم تفعل، ففي اليوم مادة 5 من القانون فعلت دار الإيواء والاستماع وتقديم خدمات سواء صحية قانونية تأهيلية للناجيات وكل أسرهم. خلنا نشرح شنو دار الإيواء حق اللي مو عارف الموضوع. دار الإيواء هو أنت عندك نوعين من الطريقة للتعامل مع الناجيات. في ناجيات يروحون حق دور الاستماع عشان بس يتكلمون مع ثيرابيست، مع ناس يساعدونهم في التعامل مع أمور بدون ما هم يبون يشتكون أو يطلعون من بيتهم. دار الإيواء احنا وصلنا مرحلة ان هي سوت قضية ورفعت قضية على المعنف أو الجاني، تبي تطلع ما لها مكان تروح، لأن اليوم أنها تروح ترفع قضية عليه في المخفر وترد بيتها اللي هو نفسه فيه اللي عنفها، فطبعا هذا غير جائز. فإحنا بالفترة الأربع سنين اللي فاتت إحنا ناخذهم ونحطهم في سيف هاوسز، أماكن يعني آمنة. اليوم دار الإيواء راح تكون مكان مؤهل قانونيا، صحيا، أمنيا، ثيرابيست تأهيلي، حق إنه يردون يندمجون في المجتمع مرة أخرى ويكونون اللي إحنا نحولهم من معنفات إلى ناجيات. التكفل بدور الإيواء حاليا حسب هذا القانون الدولة تكفل بهذه الدور؟ نعم، وزارة الشؤون، وراح يكون في فريق كامل من يعني مجموعة كاملة راح تكون مكونة من عدة وزارات عشان تتكفل في، لأنك أنت ما فايدة أنك تقويهم إذا ما عندك أحد من الداخلية يحمي من صحيح. يدخل ومن يخرج أو حتى من يعمل في هذه المؤسسات. فالمرحلة السابقة كانت دور الإيواء هي عبارة عن أشياء غير رسمية؟ طبعا إحنا كان ماكو أصلا دور إيواء نهائيا. إحنا فريق إيثار كنا الفريق الوحيد اللي اكتشفنا أن نحتاج أن نساعدهم. احنا مثل ما قلت لك احنا كنا موضوعنا موضوع قتل الشرف بالبدايه، وبعدين صاروا الامور تي لنا كلها على التعنيف، فحولنا الى إيثار لاننا بنساعدهم. اجين حطينا احنا القانون لمجلس الامه ب 2017 على بالنا يفعل بسرعه ويصير في دار ايواء، بس طال الموضوع فاضطرينا احنا ناخذهم ندور لهم سيف هاوسز، نجيب تبرعات، نحطهم ثلاث أربعة أشهر في هالسيف هاوسز، نجيب لهم لويرز محامين هم برو بونو بدون فلوس، نجيب لهم من فريق سرابتومس اللي كان جدا فعال معانا بالفترة اللي فاتت، لأن عندهم وايد ثيرابيست وناس يساعدونهم من ناحية منتل. اتفقنا مع دكاترة نفسيين، اتفقنا مع دكاترة بالصحة، اتفقنا مع مستوصفات، اتفقنا مع دور أسنان علاج الأسنان، كلهم كلها أمور الواحد ما يفكر فيها لما يفكر بالمعنفة. هي إنسانة طلعت من المكان اللي منحاشة منه
ما معها شيء، لا ورقة لا بطاقة مدنية لا هدوم، فكل هذا احنا اضطرينا احنا نسويه. الشكل اللي انت قاعد تكلمين عنه أستاذة سندس، هل الحالات كبيرة؟ صراحة شوف يعني احنا الحين تقريبا وصلنا بال يعني اللي وصل، لا تنسى في فترة من الفترات الناس كانت تخاف حتى تتكلم. صحيح. وموضوع العنف هذا مثل تابو بالمجتمع، ما حد يبي يتكلم عنه وعيب، وهي مسؤولية الأبو والأخو والزوج وإلى آخره. فاحنا تقريبا احنا الحين وصلنا إلى ساعدنا اللي قدرنا نساعدهم 150 شخص أو معنفة. لا تنسى أجن احنا ما نقدر نساعد أقل من 21 مثلا. قبل ما يلحي القانون البنية اللي بين عمرها بين 16 إلى 21 لا هي تابعة قانون حماية الطفل ولا هي تابعة قانون إنها هي إحنا القانون العام. إيه إيه. فإحنا أقل من 21 إذا خذيناها ترفع علينا قضية اختطاف. فلما أقول لك 150 هذولا من اللي قدرنا نساعدهم. إحنا قاعد نحكي أستاذة سندس، إحنا مو بس قاعد نحكي عن زوجي عن زوجته، إحنا قاعد نتكلم حتى عن أولياء أمور أو إخواني عنفون خواتهم أو عيالهم. وفي في حالات حتى الأم عنفت بنتها. فالتعنيف إيه من الأسرة وليس فقط من الرجل. والقانون الجديد علي ما يحمي فقط المرأة إنما يحمي أفراد الأسرة. يعني مرات تكون المرأة وعيالها، مرات يكون في ولد قاعد يمر بهالأمور هذه كلها. فالتعنيف القانون قاعد يحاول يحمي الأسرة بكيان كامل، لأن بالنسبة لنا لا تنسى بدول الخليج والدول العربية يعتقدون إن التعنيف هذا واجب وجزء من التربية، جزء من التربية. فإحنا نبي يعني حتى في الفترات الأربع سنين اللي فاتت سوينا حملات توعوية، ندوات، فيديوهات كلها لنشر ثقافة أن الإنسان لا يجب أن يعنف بطريقة، لأن هذا مو التأديب، إنما التأديب يكون عن طريق الحب، عن طريق التفاهم، عن طريق التسامح. ففي وايد أشياء كنا قاعد نسويها خلال هالفترة. ونعتقد الحين طبعا لما تفتح دور، مو بس طبعا دور الإيواء إنما القانون بكبرة، في عدة بنود، حتى بنود إن تغير المناهج التربية تساعد على نشر الثقافة في الإعلام بطريقة التسامح والاحترام عن طريق المسلسلات الدرامية أو رموز الإعلام. يعني في وايد أمور جيدا قانون شامل. قانون شامل يمكن مو بس تنفيذي بل إنه شامل، يعني بما فيها الجانب النفسي والجانب التوعوي وغيره من جوانب. نسبة رضاكم كمجتمع مدني، نسبة رضاكم عن هذا القانون، قانون الحماية من العنف الأسري؟ شوف علي، ماكو شيء يكون كامل صح. أكيد. يعني في وايد قوانين أو بنود شالوها من القانون لأنها تكون شوية موضوع خلاف. احنا اوريدي اليوم للأسف يعني حتى لما صار القانون لما مشى في وايد مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يعني وخروا وما يبون يتكلمون عنه. فبالتالي يعني كان صعب حتى انك تمرره بهالفترة. لكن احنا جدا راضين. انا اقول لك ليش؟ لان نحتاج قطاع قانوني. صح. فاليوم اكبر اثر عندنا هو انه يكون عندك دار ايواء لمساعدة المعنفات، وانك تكلم جميع الجهات الرسمية شلون تتدرب لطريقة التعامل مع المعنفة. فاحنا جدا راضين فور ناو. طبعا احنا ما راح نوقف، راح نظل نعمل لحد ما الامور اللي شالوها وطلعوها منا نردها مره ثانيه ان شاء الله، بس كل شيء بهدوء والدنيا خطوه خطوه يعني ان شاء الله. كل الشكر لكم على جهودكم اللي قاعد تبذلونها في سبيل هذه القوانين المهمه اكيد، واللي تمس شريحه كبيره من المجتمع وتحمي شريحه كبيره من المجتمع. استاذه سندس حمزه عباس، عضو مؤسسه ايثار وابولش 153، كل الشكر لك ويعطيكم العافيه، وتحياتنا لجميع العاملين وياكم. مشكور علي، ودوركم ترى وايد مهم، لأن الإعلام يعني أنت عارف يأثر جدا على جميع يعني على مستوى أكبر من الشعب. حق واجب، كل الشكر لك. تسلم يا طيب. مشكور.